هو حتى الآن الأدوية اللي موجودة في البروتوكول هي آخر ما تم التوصل إليه من أدوية مضادة للفيروسات وخاصة فيروس كورونا، وهم آخر عقارين كان تم اكتشافهم كعقارين مضادين للفيروسات تم إدراجهم في البروتوكول منذ يوليو 2022، وحتى الآن ما زال لهم التأثير المباشر على الإصابات الفيروسية وخاصة فيروس كورونا، ودول موجودين في البروتوكول. والحمد لله لغاية دلوقتي لم يتم اكتشاف أي أدوية أخرى يكون لها تأثير مباشر على الفيروسات، فالبروتوكول فعال بيتم من أول حالات فرز الحالة اللي هي مشتبه إصابتها بفيروس كورونا وأني الحالة اللي بينطبق عليها تعريف الحالة، إلى إجراءات العزل، إلى إجراءات أخذ المسحة، إلى إجراءات البدء في العلاج بعد تصنيف الحالة إذا كانت حالة بسيطة أو حالة متوسطة أو حالة شديدة أو حالة حرجة، وكل حالة من الحالات دي هل هي بتحتاج عزل منزلي أم عزل بالمستشفى أم دخول رعاية متوسطة أم دخول رعاية مركزة. فالبروتوكول متكامل وحتى الآن لم يطرأ عليه أي تغييرات من يوليو 2022، وما زالت الأدوية اللي موجودة في البروتوكول هي الأدوية اللي مستخدمة عالميا حتى الآن. الأدوية متوفرة وبيتم إعطائها طبقا لتصنيف الحالة وطبقا لفرز الحالة وتقييمها وإجراءات التعامل مع الحالة بعد اتخاذ إجراءات مكافحة العدوى اللازمة.